أما هلأ سالي حننتقل لمساحتنا القانونية لليوم لموضوع منتشر كتير بين المجتمع وبين الناس، وهو موضوع صناديق الأمانة في حال تم إدانة مبلغ بين شخص وآخر. كيف ينظر القانون السوري ويتعامل مع هذه السندات؟ تفاصيل هالموضوع رح نناقشها مع ضيفنا المحامي الأستاذ أحمد دعبول. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. هلا يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. يمكن تحت الهواء كنا عم نحكي أنا وياك وأسمار عن سندات الأمانة، كيف بتتحرر سندات الأمانة في حال شخص أعطى شخص شيء مقابل هذا السند. خلينا نحكي أول شيء، نعرف للأشخاص شو هو سند الأمانة وبعدين ندخل بالموضوع. هلا من حيث المبدأ، سند الأمانة هو سند بيتم بين شخصين، ممكن يكون أكثر من شخص، بغية وضع مبلغ مالي أو أشياء مثلية على سبيل الأمانة. احنا هون على سبيل الإمانة، الأمانة لازم نحطها، يعني هي الكلمة الجوهرية اللي عندنا، لأنه كتير ممكن يصير في تفرقة بين الأشخاص، بين سند عادي، سند دين، سند تجاري، سند سحب، سند لكن سند الأمانة له عدة شروط، له عدة ظروف معينة لازم تتوفر فيه. نعم. اللي هي أول شيء لازم يتم إيداع المبلغ على سبيل الأمانة. نعم. وليس له تاريخ معين، يعني قد أنا أكون أودعت مبلغ عندك بجوز بكره اخذه، بجوز بعد شهر، بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه، هو على سبيل الاماني. يعني يشترط التاريخ؟ لا، يشترط التاريخ ممكن نحط التاريخ اللي اعطيتك اياه انا، لكن لا يوجد تاريخ للوفاء. يعني هو على سبيل الاماني، في اي وقت انا بحق لي اخذ هذا سند الاماني انا وحصله. وسند الاماني ممكن يكون اشياء، مو ضروري يكون مبلغ مالي، ممكن انا احط امور ثانيه، ممكن احط انا براد، احط غساله، احط اي شيء. سند اماني اي شيء يودع منقول على سبيل الاماني لدى الطرف الاخر. تمام. هون بصير نحن في حال امتناع الطرف اللي تم تسليمه المبلغ عن تسليم الأمانة له، هون صرنا نحن أمام جريمة إساءة الائتمان وفق القانون السوري. تمام، خلينا نتعرف أكثر كيف بيتعامل القانون السوري مع سند الأمانة. هلا سند الأمانة، نحن لما بتحرر سند الأمانة من حيث المبدأ هي جريمة جزائية، يوجد لها عقوبة حبس مثل ما حددت المادة 156 مادة 157 قانون العقوبات العام. لكن الشخص أو هو المدعي الشخصي قد يكون عنده طريق اخر يلجأ له، اللي هو مو ضروري يلجأ للطريق الجزائي، ومو غايته مثلا سجن الطرف الاخر، قد يكون عنده غايه فقط تحصيل مبلغ. هون في يرفع دعوى مدنيه، هي عباره عن مطالبه بمبلغ، قد يطرح السند نفسه الى التنفيذ في دائره التنفيذ المدني بدمشق، او يرفع شكوى امام النيابه العامه او ادعاء مباشر امام محكمه بدايه الجزاء ليوصل لعقوبه الحبس. نحن عندنا الغالبيه بيلجأ لسند الامانه كونه في مؤيد جزائي، المؤيد هو عقوبه الحبس. يعني عندنا المادة 156 والمادة 157 من قانون العقوبات حدد أن العقوبة مثلا من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مادة 157 العقوبة من 3 أشهر إلى سنتين في مؤيد جزائي في حال امتنع الطرف الآخر. لكن حتى يكون مثل ما حكيت دموزيل قبل شوي أنه السند له قوة أكبر، نحن يعني من حض على الموضوع أنه يتم توثيقه عند كاتب العدل. يعني بالنهاية لما أنا عم ساوي سند أمانة بيني وبينك هو بالنهاية سند عادي، لكن لما بتنظم امام كاتب العدل هو هون صار سند رسمي له قوه ثبوتيه لا يطعن فيه الا بالتزوير. اما السند العادي ممكن يطعن فيه بكافه وسائل الطعن، بالاكراه، بالضغط، بالشده، بالتزوير، عده ظروف. لكن لما بيتم تنظيم سند الاماني امام كاتب العدل فهو اصبح سند رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير، له قوه ثبوتيه. نعم. ممكن يطرحه للتنفيذ مباشره امام دائره التنفيذ التابعه لل. نعم استاذ، ايضا يمكن دائما بيتعرض كثير اشخاص لعمليات، خلينا نقول خداع من بعض الاشخاص نتيجه هدول السندات. في اشخاص ما بتعرف انه هي لازم توثق هالسند او تصدقه من او تكتبه عند كاتب العدل، وبالتالي بيصير بيكتبوا عليهم سندات امانه وبيصير مجموعه سندات ممكن خلينا نقول يبتزون فيها. قديش كيف هلا بيتعامل هذا القانون؟ يمكن القانون بيقولوا لنا مغفلينه، لكن احيانا قديش الواحد لازم هلا ينتبه. نحن عم نعمل هدول الفقرات للانسان ينتبه في حال تحرير اي سند من سندات الامانه يكون موثق عند كاتب العدل، يعني هالقانون كيف بيتعامل مع هدول الاشخاص؟ هلا نحن الفكره الاساسيه عندنا للاسف السند الامانه اللي تم تشريعه بقانون العقوبات هو خرج عن غايته وعن روح التشريع. نعم. لانه سند الامانه هو انا قدمت شيء، سلمت شيء على سبيل الأمانة فقط. لكن نحن من مجتمعنا صار سند الأمانة هو وسيلة ضمان للتغطية عن معاملات أخرى. يعني مثلا أنا بدي دين، صح، هاي هون صارت معاملة دين، ما أنا سند أمانة، مو على سبيل الأمانة. صحيح. أنا عم دين عم ساوي سند أمانة، أنا استأجرت سيارة صاحب مكتب السيارة عم ساوي لي سندات أمانة. بالحد الأدنى هلا بيجوز العالم تستصعبه أنه أخي بدي أروح لعند كاتب العدل ونظمه وأنا ماني ناوي أرجع، وخاصة ببداية العلاقة بين شخصين خلص في ثقة. بالحد الأدنى نحن بنحط كلمة إنه اذكر المبلغ بالسند.
تمام. الحد الادنى يعني دائما عم تكون سنه، انا اجرت سياره اعطته 10 سندات فاضيه مثلا، او اعطاني 10 سندات فاضيه، لا دائما اذكر مبلغ، المبلغ الاساسي اذكره، لانه ممكن احنا بعد فتره جي وكثير احنا بتصير معنا يعني بالمحاماه انه بيجي شخص بيقول لي استاذ انا عاطيه من سنتين، انا بدي اياه قيمه هلا كان سعر الصرف غير بحسب المركز، هيك بيجي استاذ انا بدي احط مبلغ، لا يا اخي انت شو عاطي؟ انت عاطيه مثلا مليون ليره، خلص حط مليون ليره، القاضي بيحكم لك بتعويض، بيحكم لك بتعويض مادي، بتعويض معنوي، بفائده قانونيه، ممكن هي اختصاص المحكمه، لكن استاذ انا بدي اكثر، زلمه ازعجني، كنت واثق فيك. دائما لما بتم تنظيم سند امانه يفضل وضع مبلغ السند، مبلغ السند، والافضل اذا تم توثيقه عن كاتب العدل. تمام. بحال لجأ الشخص للمحكمه، خلينا نحكي عن صيغه الانزال لاعاده سند الامانه اكيد من الشخص الاخر، شو حتكون؟ هلا مثل ما حكيت قبل شوي نحن عندنا في عده دعاوى قضائيه ممكن تتم. اول شيء في عندنا الدعاوى المدنيه اللي هي دعوى بطالب مبلغ او طرح سند امام التنفيذ، وامام التنفيذ اذا تم انكاره تحيل الى المحكمه، او ممكن نحن بالنسبه للمؤيد الجزائي بيتم هو اما عن طريق تقديم شكوى امام النيابه العامه واللي هي بتحيلها لمحكمه بدايه الجزاء، او ممكن يتم عن طريق ادعاء مباشر امام محكمه بدايه الجزاء بجرم اساءه الامانه، ويشترط فيه توجيه انذار. تمام. هم يسموه هذا انذار كاتب عدل، هو قبل رفع الدعوه او اقامه الشكوى. تمام. الانذار هو غايته التاكد من ان الشخص المؤتمن رفض اعاده الامانه. تمام. والقانون كان يعني متشدد شوي بهالموضوع هذا، يعني كثير اجتهادات لمحكمه النقض عندنا، انه اعتبروا مثلا فتره التقادم على سبيل المثال، في كل جرم فتره التقادم اعتبروه مو من تاريخ التسليم، انا اعطيته من سنه، هو انا مو من تاريخ التسليم بدا التقادم، من تاريخ الانكار. تمام. انا من لما بمتنع ان اعيد الامانه انا هون صار ممكن يصير التقادم على الموضوع هذا. لهالسبب هذا يعني القانون حلك من حضنه ترجع على الغايه الاساسيه انه هي امانه فقط، ما يصير في معاملات تجاريه. ممكن اثناء بعد رفع الدعوه نحن اذا اثبت المؤتمن انه هي كان تعامل تجاري تخرج الموضوع عن موضوع الامانه، انه هذا كان موضوع سندات، موضوع دفعات، موضوع ممكن يخرج عنه تحال الى المحكمه المختصه. كان سؤال ايضا كثير بيسالوا عنه، في حال حدا مثلا كتب على حدا سندات امانه واعادوا له الاصليات، اذا في حال تصويرهم هل يعتبر؟ لا 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 ما في داعي، لا تعتمد المحكمه على تصويرهم. يعني قديش في نقاط معينه يمكن ذكرتها حضرتك اللي هي انه نحن نحط من المبلغ بالسند، وهل في نقاط ثانيه يجب الانتباه عليها في حال تحرير اي سند؟ هل هي في نقاط بالنسبه للجاني والمجني عليه، يعني الشخصين المدعي اللي هو انا اللي راح علي المصاري والمدعي اللي اكل المصاري، يعني كثير احيان اللي عنده خبره شوي بالموضوع ممكن انه انا احكي هيك شوي باسلوب عامي، انا بدي اخذ منك مصاري. تمام. انا بفهم بموضوع سندات الامانه، اخذت منك مليون ليره وبحط لك انا ورا السند انه اعطيتك 100,000، انا مجرد كتبتني اعطيتك 100,000 ليره خرج سند الامانه عن الموضوع 10,000 ليره حتى. ليش؟ لانه احنا مثل ما قلنا قبل شوي هو الاساس هي الامانه، معناته انا لما عم بعطيك دفعات فمعناته هو دين او هو تعامل تجاري او هي ارباح، لحسبه انه خرج سند الامانه عن غايته. للي عم يكتب سند الامانه مثل ما حكينا انه اكتب قيمه السند، وقع عليه، نظمه عند كاتب العدل، يعني مثل ما بيقولوا صاحب الحق سلطان، انا ما لما عم بعطي مصاري ما رح طالبك باكثر، وانت لما عم تعطيني مصاري ما رح تاكلن علي، طب خلينا ننظمه عند كاتب العدل، صار سند رسمي ما في ينكره، الشخص ما في ينكره الا بالطعن بالتزوير. وهذا شيء كثير صعب بالقانون لما بيكون منظم امام موظف رسمي. اكيد. خلينا نحكي اذا شخص يعني كتم عن موضوع سند الامانه. تمام. او مزق سند الامانه، خلينا نحكي شو ممكن تكون عقوبته؟ العقوبه هون حسب احكام ماده 256 هي كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تمزيق سند يتضمن تعهد او ابراء، عقوبته ممكن تكون من 6 شهور الى 3 سنوات. طيب حسب غرامه ماليه طبعا والمس. الغرامه هي من الربع الى حدود النصف من قيمه القيمه الموجوده بالسند، المبلغ المالي او الاشياء المثليه الموجوده بحدود الربع الى النصف. تمام. نعم. يعني دائما مثل ما حكيت حضرتك لازم يكون في نقاط معينه بيستند عليها اللي عم يكتب اللي عم يحرر السند، وايضا اللي عم بيشوفه، ويفضل صحيح. ان يكون موثق من كاتب العدل. في مشاكل انتم كمحامين بتواجهكم بالمحاكم من هالسندات، يمكن نتيجه يمكن النقاط الغير مهتم فيها بالسند، وممكن ايضا تكون مشاكل ثانيه، يعني عم نشوف كثير في شيء اسمه اساءه امانه بين الاشخاص. صح. احيانا بين الاهل، وهذا يعني مؤسف جدا. صحيح. انه ملاقي اخ كاتب على اخوه سند امانه وصاير مشاكل بيناتهم. تماما تماما. الفكره انه قلت لك انا انه خرج السندات الامانه عن روحها.
صح. صار اي تعامل سرقة الامانه، هلا نحن فعلا يعني عندنا المحاكم مرهقه بدعوى اساءه الامانه. صحيح. انه صار التعامل التجاري، التعامل المدني، الدين العادي، اي سبب صار في سندات امانه، وسند الامانه للاسف في عندنا نحن شويه جهل بتنظيمه، وشويه جهل من قبل اشخاص بانه خلص اخذ سندات امانه انا بدي ارجع. طب حط احتمال الظروف، يعني احيانا كثير عم يجينا مثلا شخص بيقول لي انا استاذ كاتب سند امانه انا ب 300,000 على اساس انا اخذ منه، مساوي له 3 مليون. استاذ انا اخذ، انا اعطيه مليون ليره. صار في... طب ليش انت اعطيت بالاساس؟ ليش اعطيته سند فاضي؟ تمام. اللي هو عم بيعبي على راحته، خلص انت السند نفسه القيمه ذاتها حطه بالسند، هي الافضل فيها. لكن لما عم ترفع دعوى سندات الامانه ممكن يعني في كثير اجراءات عم بتصير، ممكن تحصل شخص المبلغ، في يلقي الحجز على الاموال المقوله غير المقوله للشخص. المؤيد الجزائي هو بحد ذاته وسيله للضغط. نحن دائما يعني اي شخص نحن بيجينا بنقول له اخي انت غايتك تحبس اللي اعطيته مصاري ولا غايتك تحصل مصاري؟ صحيح. بيقول انا غايتي احصل مصاري. ايما بصير عمليه التحصيل مضمونه لما بيكون مثلا سند موثق امام كاتب العدل صار سند رسمي يعتبر. تمام. لما بيكون الشخص الجاني المؤتى مسيء الامانه عنده شيء بأملاكه مثلا، هون ما في داعي نحن نقيم دعوة، نحن السند موثق بروح على دائرة التنفيذ بنحط له حجز بيتبلغ حسب إجراءات المحاكمة. صحيح. ممكن تحصيله بشكل نظامي وسلس ويعني بسيط، غير لما بيكون سند الأمانة أحيانا ممكن دعوة سند الأمانة تأخذ وقت طويل، إذا الشخص أنكر البصمة مثلا، خبرة أو حالة ثلاثية، في كتير قصص ممكن تصير، لكن نحن لما بيكون منظم هو الأفضل. أكيد. بيضمن حقه المدعي والمدعى عليه. طيب خلينا نحكي، طيب بعد توجيه الإنذار للشخص عن طريق إن المحكمة كاتب العدل أو كاتب العدل، خلينا نحكي بعد ما نعمل هيك والشخص ما رجع ومدة المدة المذكورة، شو عقوبة هذا الشخص أو شو ممكن الشخص الثاني يلجأ للطريقة الثانية غير الإنذار؟ هو بعد الإنذار هي إجراءات إنه بيتم تنظيم الإنذار أمام كاتب العدل، يتم إعطائه مهلة 3 أيام 5 أيام أسبوع ما في مشكلة. عند الامتناع خلال الفترة المذكورة بيتم وقت تحريك الشكوى أمام النيابة العامة وامام محكمه بدايه الجزاء، سواء بادعاء مباشر او امام النيابه العامه بتحيل الى محكمه بدايه الجزاء كونها جريمه جنحويه. نعم، يعني اجراءات روتينيه. تمام. ايضا ولازم اكيد تكون موجوده. ايضا عم نشوف حالات انه يبصموا شخص على ورقه فاضيه تعتبر سند امان، في كثير اشخاص للاسف لا بيعرفوا يقراوا ولا بيعرفوا يكتبوا او لا على الثقه، هي قصه الثقه كثير صايره عم تعمل مشاكل، فبتكون ورقه فاضيه بيقوم الشخص يمكن نتيجه انه محروق على مبلغ معين، اي خلص انا ببصم لك. صحيح. ببصموا على ورقة فاضية. صح. وممكن هذا الشخص يحرر بهيدا الورقة شو ما بده، وهون الطامة الكبرى، هون بدنا نحكي عنها، لأنه الورقة الفاضية يعني لما عم يعطيه سند أمانة في مبلغ ضمن المبلغ بس، أما لما عم يكون ورقة أي هوني ورقة بيضة بحط سيارة بحط بيت بحط أرض بحط البلدية بيل بحط هون الساعة، يعني دائما احنا طبعا هون إلى إشكالات قانونية ممكن يعني يتم الطعن فيها. طبعا. إذا تم الإثبات هلا بنفوت هون بمشاكل محاكم، ولكن هلا فيهم مثلا شخص يثبت إنه هي كانت الورقة فاضية؟ إذا أثبت لا ممكن، إذا أثبت بيكون في شهود. هلا رغم انه يعني بالقانون كل ما يعني مثلا سند الامانه هو سند كتابي يجب دحضه بسند كتابي اخر هيك القانون. طبعا. لكن بالنهايه هي مجريات محكمه وقضاء، ممكن القاضي يجي، ممكن يكون في كاميرا عم تصور، يعني اذا جاب اثباتات انه هذه كان ورقه موقعه على بياض ممكن يحضها بالوسائل المقبوله قانونا يعني. تمام. طبعا. لكن هو هون الجهل، احنا بنتعمم الثقافه القانونيه بشكل عام، انا ما بصم على ورقه بيضاء، انا ما بوقع على سند اذا ماني انا متاكد منه، حط تاريخ في شروط معينه انا حتى هون يضمن الشخص نفسه فيما بعد، بجوز انا هلا بحاجه لكن انا ما بورط حالي كرمال حاجتي انا الموجوده حاليا. تمام. اكيد. لكل الاشخاص اللي عم يتابعونا هلا شو بتنصحهم مشان سند سند الامانه مشان يقدروا يضمنوا حقهم؟ اكيد التوثيق لاي تعامل قانوني يتم في توثيق، ما يتم على الثقه، بجوز لانه كان في ثقه وكانت العالم ملتزمه بهي ما كان في محامين بجوز او قضاء حتى. تمام. ما كان في مشاكل التوثيق، عدم التوقيع على بياض على اي ورقه كانت، سواء عقد بيع سواء ورقه بيضاء سواء سند امانه، عدم التوقيع على بياض، معرفه الحقوق حق كل شخص، المدعي والمدعى عليه، الامين والمؤتمن، كل شخص يعرف حقه، يتعامل باخلاق، بيوصل للشيء اللي بده اياه من دون ما يتكلف
سواء بمحاماة سواء بمصالحة سند أماني سواء بدون تأكل ذي حق حقها. تماما. تمام. أستاذ أيضا في حال موت أحد الطرفين يعني مثلا الشخص يلي كاتب سندات أماني أو الشخص الثاني لمين بتنتقل حق خلينا نقول المقاضاة أو ممكن تتم المطالبة بالمبلغ المالي من قبل الورثة بعد إثبات أنه السند موقع من قبل مؤرثهن يعني بعد ما إثبات أنه هي البصمة تعود للمؤرث لازم يكونوا على علم مو بضرورة ما بس بتنتقل ايه بتنتقل الورثة بيتم إقامة دعوة امام محكمة مختصة وبتحرك على الورثة اكيد. نعم. بالختام خلينا اسالك هل يعتبر هو وثيقة إدانة اذا كان حصلت مشكلة بين الشخصين تعتبر سند الإمانة وثيقة إدانة؟ يعتبر الى حد ما لكن بنرجع بنعيد وبنكرر يعني اكثر مرة ذكرتها اليوم التوثيق امام الكاتب العادل يصبح سند الأمانة هو سند رسمي بالنهاية في عندنا اسناد نحن عادية في عندنا اسناد رسمية بالقانون لما بيكون منظم وموثق امام موظف رسمي فهو يعتبر سند رسمي لا يطعن فيه الا بالتزوير سهولة التحصيل يعني بالنهاية أي شخص عم يعطي مصاري بهمه أنا أحصلهم فيما بعد سهولة التحصيل لما بيكون موثق أمام كاتب العدل لما بيكون له إجراءات قانونية معينة بيتم المصالحة على السند بالمالية لاستيفاء رسم الطابع لما بيكون هالشيء هذا صحيح يفضل دائما لكن السند المتعارف عليه يعني بين أي شخصين هي سند أمانة وهي وقع على بعض نتمنى أنه هالفكرة هي بس في كثير أشخاص ما بيلجأوا للقضاء وللمحاكم بيقولوا أنه بتطول مثلا لحصل حقها يعني اتأخر وطول تأخذ المدة الزمنية لا وسيلة بده تطول طيب أنت وقعت بمشكلة أكيد ما بنحط على استيفاء الحق بالذات لتلجأ القضاء والقانون لتحصيل الحق مع ممكن حيبمهلوا يوم واثنين وسنة وسنتين لك وبعدين لكن لما بيصير في وسائل ضغط في حبس في إلقاء حجز على أموال مع تبيع سيارته الشخص لما بيتم إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة مع تبيع بيته صار في وسائل ضغط عليه بتشجعه أو بتحرضه على إعادة الأمانة لصاحبه صحيح يمكن كان العنوان العريض لنا بالختام هو توثيق السند عند كاتب العدل بدنا نشكرك استاذ احمد على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمت لنا اياها ان شاء الله نكون هيك مشاهدينا نحن استفدنا منها وايضا جميع المشاهدين استفادوا منها اهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا لمعلوماتك اهلا وسهلا فيك